نظمت مؤسسة ناس الخير وجمعية عائلات الجبل وبرعاية بنك الخليج الجزائري تظاهرة كبرى تحت عنوان التحدي الأخضر الجزائري لإعادة الروح للمناطق المتضررة جراء الحرائق التي ألمت بها صيف 2021. اليوم رانا متواجدين بولاية سكيكدا، التحدي الأخضر الجزائري اللي كان عبر ثلاث ولايات، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، واليوم رانا في ولاية سكيكدا. ما ننساوش أنه كانت العملية ضخمة، وكذلك تم توزيع أشجار مثمرة للعائلات اللي انضرت. وهذه رسالة واضحة لأيادي الإجرام التي امتدت لغابات الجزائر وأحرقتها، بأن الجزائر لن تسقط، وأنه إذا امتدت يد لهدمها ستمتد آلاف الأيادي لبنائها. ونقول ونكرر دائما بأن الجزائر لن تسقط. الجزائر ديما في القلب. حبك يا جزائر. متحدين، حاجة ما تفرقنا. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهداء الأبرار. ربي يجيب الخير إن شاء الله. ربي يستر البلاد. هذه المبادرة لاقت استحسانا كبيرا من طرف فعاليات المجتمع المدني من أجل بعث الغطاء الأخضر من جديد، وأكد التحسيس بمدى أهمية الغابات في محيطنا المعيشي. لا تنسوا الشهداء اللي ماتوا في سبيل الوطن.